هل كانت مشاركة عادل الكاروشي رفقة الرجاء البيضاوي ضد أولمبيك آسفي قانونية؟ سؤال تحول إلى موضوع ضجة المتهم فيها هو الرجاء البيضاوي. ساق الاتهام يقول إن الفريق الأخضر جازف بالاعتماد على ظهيره الأيسر في الجولة 13 مخالفا بذلك قرارا طبيا يفرض على اللاعب فترة راحة لا تقل عن 21 يوما. الكاروشي كان قد دخل معسكرا لمنتخب المحليين مصابا وخرج منه مصابا أيضا، وهو يحمل معه نتائج فحوصات أشرف عليها طبيب المنتخب سعيد زيكيني تضربت حولها الروايات. شافه طبيب الفريق المنتخب مشكور وعطانا، كانت كنا توصلنا اللي توصلنا به هو تقرير ديال الصور ديال الأشعة اللي كتشخص فقط الحاله ديال الكاروشي. دكتور سعيد الزكيني كي معروف عليه دايرين دابا واحد الوثيقه ديال التواصل بين اطباء، دار هذيك الوثيقه عمرها الطبيب فريق الرجاء الدكتور طيب، اللي كيقول له هذا اللاعب غادي خصو يرتاح واحد ثلاثه الاسابيع، وها شنو درنا له، ها شنو خصو الكيفيه ديال العلاج كيفاش خصها تكون من بعد. بين نفي الرجاء بتواصلها بتقرير يفرض راحه على الكاروشي وتاكيد ممثل الجامعه ان الامور جرت وفق منهجيه مهنيه تضيع العديد من الجزئيات. فطبيب الفريق ديال الرجاء بادر بالعلاج ديالو، كان هناك ترويض، اللاعب بدا كيتعافى، ما بقاش داك بقاش كيحس بالالم. تقرر طبيب الفريق وكذلك المدرب الادماج ديالو في المقابله ضد اسفي. راك شفتو كما شفتو لعب ساعه تقريبا، حس بواحد الالم. حنا طبيب الفريق وقف اللاعب. انا عيطت للسي طيب قلت له علاش لعبت اللاعب، قال لي انا قلت لهم ما يلعبش هو لعب، وانا تيسير بري باش لعب الماتش ديال المباراه ديالو مع فريق الرجاء البيضاوي. انا ما نكذبش عليك، في ربع ساعه الاولى بان لي الدري كيعرش، عجبنيش الحال. والتباين في روايات الطرفين زاد الملف غموضا وفتح مجالا واسعا امام التساؤلات. عادل الكاروشي لماذا شارك في هذه المباراة وقد شارك لمدة 75 دقيقة حتى غادر يعني التباري وطرح هذا الإشكال؟ احنا طرحنا السؤال، واش فريق الرجاء تلقى وثيقة من الجامعة الملكية المغربية تمنعه من المشاركة أو تفرض على أن يستفيد من فترة راحة أو؟ فهذا ما كاين شيء. كل ما عند الطبيب عندما استفسرنا رئيس اللجنة الطبية قال على أن عندهم راديو ديال اليرام ديال هذا اللاعب، ولكن الفريق عندما أعلن مصلحة ديالو أن يشرك اللاعب عادل الكاروشي، وبحكم أن الوضع الذي يعيشه فريق الرجاء وفي حاجة إلى لاعب مثل عادل الكاروشي أشرك في هذه المقابلة وتيرت هذه الضجة كبيرة. توصل الرجاء بتقرير يحدد مدة راحة اللاعب وطريقة علاجه أمر لا يعتريه أي شك بالنسبة إلى المسؤول عن الأطقم الطبية للمنتخبات الوطنية، بل هناك ملاحظات أخرى سجلت على طريقة التعامل مع هذا التقرير من قبل رئيس الرجاء محمد بودريقة. لم محبط مع التصرف هذا. هذيك التقرير اللي درت انا استغل بواحد الطريقه غير سليمه. القراءه ديال هذاك الوثيقه اللي صيفطت تقرات بواحد الطريقه غير طبيه، ماشي اجي وقرا الوثيقه، راه خصك تكون باك بلس 8 ولا باك بلس 9 تكون دكتور في الطب الرياضي باش تقرا هذيك انا درتها في واحد لونفلوب مسدوده صيفطتها عليها مكتوب الدكتور طيب وعطيتها للسي عادل الكاروشي. فعلا من بعد صيف عيط لي السي بودريقه كيستفسرني، قال لي دابور ما فهمتش شنو هي ايفوليسيون، ما فهمتش شنو هي اون فونكسيون، ما فهمتش شنو هي ريبريز بروغريسيف، ما فهمتش شنو هي روبو رولاتيف، فهمته كلمه بكلمه. الحديث عن العقوبات المحتملة ضد الرجاء بسبب هذا التصرف جعل البعض يقارن بين حالة الكاروشي وأخرى عاشها سيبوز حارس مرمى أولمبيك خريبكا في نهاية الثمانينيات. كاين اللي كيربطها بالحادث اللي كان عاشه عزيز سيبوز
والحادث اللي عاشوا عزيز سيبوس فقد فيه فريق أولمبيك ريوغا في سنة 89 لقب ديال البطولة الوطنية عندما تقدم فريق المغرب الفاسي باعتراض، ولكن الأمر يختلف تماما بين عادل الكاروشي وبين عزيز سيبوس. أولمبيك آسفي منافس الرجاء في الجولة 16 دخل هو الآخر طرفا في الموضوع. بحكم ان اللاعب كاروشي كانت عنده شهاده طبيه ديال 21 يوم باش ما يلعبش، يعني ما عندنا خيب من المنتخب الوطني، وطبقا للفصل 81 في الكود ديسيبلينير اللي فيه ان الفريق عنده الحق، المنافس عنده الحق يعترض على الاشراك ديال اللاعب اللي غير مخول له انه يشارك في المقابله. طبعا حال كان حنا لجانا يعني الاجراءات القانونيه ورسلنا لا ريكلاماسيون ديالنا للجامعه الملكيه المغربيه يعني في الاجال القانونيه يعني يوم الاثنين الماضي. واذا كانت شي مساله اللي مطروحه من طرف الجامعه فمرحبا، حنا عندنا حنا الدفعات ديالنا. الرجاء وجد في مدرب المنتخب المحلي مدافعا عن موقفه حينما اعتبر في تصريح لقناة الرياضية أن مشاركة الكروشي لعب فيها، غير أن هذه الخرجة لم ترق لأولمبيك آسفي. فخير هو ناخب ديال المنتخب الوطني وافترض فيه أنه ناخب ديال جميع الفرق وتفترض فيه كذلك الحياد، وثاني حاجة السي فخير مع احتراماتنا ليه لا يملك الاختصاص، يعني ليس بي يعني ماشي طبيب وماشي اختصاصي في القانون، ومادام أن يعني الأمور أمام الأجهزة ديال الجامعة كان افترض فيه الحياد، وحتى لا طلب منه شي حد الرأي ديالو كان خصو يقولوا في إطار لجان ماشي إطار في قناة عمومية، ويجزم بهذيك الطريقة بأن يعني لصالح فريق المنافس، هذا هو اللي ما قبلناش. جامعة الكرة ستجد نفسها الآن أمام ملف تشابكت خيوطه وتعقدت تفاصيله، غير أن الحسم فيه أمر حتمي.